أول خبر معانا النهاردة هو عن قرار لجنة المباريات بالنادي الأهلي بتوفير أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي للإسكندرية لحضور مباراة المصري في الأسبوع 13 من الدوري، واللي هتتلعب يوم الخميس اللي جاي على ملعب برج العرب. الأتوبيسات هتتحرك من قدام فرع النادي بالشيخ زايد من الساعة 10 ل 12 الظهر، ويشترط وجود البطاقة الشخصية والفان أي دي وتذكرة المباراة مع كل مشجع قبل التحرك. وكمان ممنوع اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء في السفر أو في المباراة. قواعد حلوة بجد، خبر مفرح جدا لكل جماهير النادي الأهلي، وده فعلا بيدل على تقدير النادي الأهلي لجمهوره الكبير.